اليوم راح نتناول موضوع كلش مهم بالنسبة للنساء، وهو الخوف من قيادتها السيارة للمرة الأولى. المو معتادات عليها النساء يريدن الشارع بس إلهن، وما يريدن أي سيارة تمشي بصفهن، هاي من باب المزحة. بس من باب الجهد، النساء يحتاج لهن عامل أساسي ورئيسي، واللي هو الثقة بالنفس. ولكل مرأة تريد تتعلم القيادة لازم تتغلب على المخاوف قيادة السيارات. فشلون تتخلص المرأة من خوفها الزايد بخصوص قيادة السيارة؟ أول شيء لازم تكون عندها معلومات ودراية بمعلومات السيارات، خاصة شوية عن الميكانيك وشوية عن الكهرباء، هاي شنو وظيفتها وديت شنو عملها. وبعدين يلا تبدي بالخطوات الأساس، تتعلم أولا على الجلوس الصحيح بمقعد السائق، وتكونوا من خلال قعدتها مسيطرة على الوضع حتى تصير رؤيتها واضحة، تعدل المراية الجانبية والداخلية، وبعدها لازم ترتدي حزام الأمان اللي هو أهم شيء بهذا الجانب، حتى لا سامح الله إذا صار شيء تقدر تحمي نفسها من مخاطر الطريق. وقواعد السير ومعرفة الإشارات والعلامات المرورية من أهم النصائح اللي راح نقدمها لكم اليوم مع ضيفنا اللي راح يتواجد بعد التقرير داخل الاستوديو، ونتمنى لكم طريق السلامة.